تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد أستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، من خلال هذا البرنامج نستقبل اتصالاتكم وملاحظاتكم وآراءكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ مستمعين الأعزاء هذا الخبر. الإمارات تعلن انتهاء فترة التعقيم الوطني. أعلن الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، وبالتالي السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقيد. وأكد الظاهري أن برنامج التعقيم الوطني شهد إجراء تعقيم كامل لكافة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب النقل العام وخدمة المترو، وبطبيعة الحال سوف تستمر عمليات التعقيم الخاصة بالمنشآت العامة والخاصة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور. وأضاف: نطالب جميع أفراد المجتمع بمواصلة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة مرض كوفيد-19، مشددا على استمرار منع التجمعات العامة وتجنب أيضا الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل. وأكد الظاهري على ضرورة الالتزام بالحد المسموح به في السيارة الواحدة وهو 3 أشخاص، واستثنى أيضا من ذلك السيارات التي تضم أفراد من أسرة واحدة. كما يجب ارتداء الكمامة في حالة تواجد أكثر من شخص في السيارة. وأما الآن مستمعين الأعزاء، ومع فقرة التوعية: القيمة الغذائية للأرز والإدعاءات الخاطئة، مع اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذ عفرة. صباح الخير. يا هلا مستمعينا اليوم، وصباحكم سعادة. يا صباح السعادة أستاذ عفرة، ونسمع منك أكثر عن القيمة الغذائية للأرز والإدعاءات الخاطئة. أكيد في هناك كثير من الإدعاءات الخاطئة في موضوع الأرز. أكيد أكيد طبعا، إحنا عارفين الأرز أو بلغتنا المحلية إحنا نقول العيش. نعم. طبعا عرفت زراعة الأرز في الصين من 10,000 سنة، من 10,000 سنة، وعرفت قيمة الغذائية منذ زراعته. يعني هم ما زرعوا لعارفين قيمة الغذائية من فترة طويلة، حيث تزودنا حبات الأرز الصغيرة بالجسم بالطاقة اللازمة والعناصر الغذائية اللازمة للنمو والحفاظ على صحة الجسم. إذا يعد الأرز الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان الأرض، وتحديدا سكان آسيا يعتمدون بشكل كبير على الأرز، حتى في مش فقط في الوجبات الرئيسية، ولكن حتى في السويتات أو يعني اللي بيعملون يسوونها بالسكر وكذا. صحيح. نعم. كوجبات خفيفة. يعتبر طبعا الأرز مصدر للطاقة لغناء بالكربوهيدرات التي تمد الجسم باحتياجاته من الطاقة. طبعا الطاقة احنا ناخذها من الكربوهيدرات اللي احنا نحتاجها من 50-60% من مجمل هذه الطاقة اللي يحتاجها الجسم من الوجبة اللي ياخذها.
نعم تمدنا بالنشاط، تمدنا بالطاقة الخاصة بالأعضاء الحيوية الموجودة في الجسم، عشان شيء هي مصدر غني فيها. ونصف كوب من الأرز المطبوخ سواء كان أبيض أو أسمر يعطينا 110 تقريبا 110 سعر حراري، فهو مصدر جيد. كما يحتوي الأرز كبعد على كمية من الألياف، وهي خصوصا الأرز الأسمر، نعم وهذه الألياف ضرورية لحيوية وسلامة الجهاز الهضمي. الدراسات تقول إن عشان نحافظ على الجهاز الهضمي، هذه الألياف مهمة لحماية الجسم من سرطانات القولون والأمعاء. مصدر جيد يعتبر للفيتامينات والمعادن، وخصوصا فيتامين إي ومجموعة بي، وإحنا عارفين إن بي مرتبطة جدا ومهمة لجهاز العصبي في الجسم، فهي تحسن الإدراك والقدرة العقلية وتحمي من الزهايمر مثل ما بينتنا الدراسات. من المصادر المهمة في تغذية مرضى داء الزلاقي، أو اللي يسمونهم السيلياك ديزيز، اللي عندهم مشكلة في هضم الجلوتين. فمن ضمن الدايت أو من ضمن الحمية الخاصة فيهم، نعتمد بشكل كبير على الأرز اللي هو خالي من الجلوتين. أما بالنسبة كذلك للأرز، ويحتوي على كمية قليلة من البروتين، ولكن يمكن دعمه عن طريق أن نخلط الأرز بالبقوليات لرفع قيمته الغذائية في أجمل أطباق تقدم. يعني إحنا نعرف أطباق سواء كانت محلية أو أطباق عالمية يخلط فيها الأرز مع مواد غذائية ثانية لتعزيز قيمته، مثل عندنا طبق الكشري بما أنه قليل البروتينات، فتخلط مع مجموعة من البقوليات لدعم وتكامل الأحماض الأمينية أو البروتينات الموجودة في هذا الطبق. صحيح. كذلك عندنا في الأشياء المحلية اللي هو الرز المعدس، مثل عندنا في الكويت، وعندنا في بعض الأهالي والرز اللي يطبخونه بالعدس، فإحنا نزيد قيمة الغذائية. صحيح. عندنا في الإمارات العرسية واليريش الإماراتي اللي نضيف له دجاج وسمك، فهذا يعزز من البروتينات الموجودة في هذا الطبق. أما بخصوص الشائعات، وهو عدم تناول أو عدم إضافة الأرز في الأنظمة الخاصة بتقليل الوزن، فهو لا أساس له من الصحة علميا. يعني إحنا نشوف هذه القيمة الغذائية كلها والفوائد. آخر شيء، تجيني معلومة عن حمية غذائية معينة يقول لي والله أنت بس تجنبي الأرز راح ينزل وزنك، أو راح نعمل مانج للوزن، إدارة الوزن، فهذا كلام لا يمس أبدا الصحة العلمية، يعني كمعلومة علمية. نعم، ولكن للأسف أستاذة عفرة، يعني هناك كثير من يعني كثير من الناس أيضا يسمعون يعني لهاي التعليمات، ومن الناس يعني قد يكونون يعني في بعض الأماكن سواء يعني أخصائيات تغذية أو أيضا دكاترة يعني في هذا المجال، يمنعون بعض الناس لبعض الفترات عن الامتناع عن يعني أكل الرز في أثناء فترة لو رجعنا يعني هذا كحقيقة علمية أنا أتكلم. لو رجعنا مثلا الحميات الغذائية، نعم، اللي يتم عمل كبرامج فيها في مناطق الآسيوية مثل عندك اليابان وكوريا وما إلى ذلك، شوفوا الأنظمة عندهم، هل يستبعدون الرز؟ لا، الأرز هو يعتبر جزء أساسي في الحمية المخططة لهم، ومع ذلك تستجيب الأوزار وتكون أنظمة مدروسة وينزل بشكل صحيح وعلمي. يعني سالفة أننا نضيف الأرز أو أشيل الأرز من الحميات الغذائية، الحميات تنزيل الأوزان، وهي غير صحيحة. نعم، الأستاذة عفرة اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا على هذا الموضوع القيم بالنسبة للقيمة الغذائية للأرز والإدعاءات الخاطئة. كل الشكر والتقدير. نعم. مستمعين الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع التقنيات الذكية في خدمة الحالات الطارئة، وبتكون معانا الأستاذة مي الدوسري مدير مركز الابتكار بهيئة الصحة بدبي. بعد الفاصل خلكم معانا وراجعين. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.
مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج نستقبل اتصالاتكم وأراءكم وملاحظاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وعن موضوع التقنيات الذكية في خدمة الحالات الطارئة، مستمعين الأعزاء، هذه التقنيات الذكية هي أحد أهم الحلول التي تمكنت هيئة الصحة بدبي من استخدامها وتوظيف وسائلها بالشكل الأمثل، سواء في الجانب الخدمات الطبية عالية المستوى التي توفرها هيئة الصحة بدبي للمتعاملين مع منشآتها الطبية، أو في تمكين كوادرها الطبية من أداء مسؤولياتهم باحترافية ومهنية. ونذكر أيضا ونذكر هنا على وجه التحديد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي أصبحت جزءا رئيسا من منظومة الرعاية الصحية وأداة مهمة لخدمة الناس على وجه المرجو. في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء سيكون حديثنا اليوم عن هذه التقنية المميزة، مرتكزا على مدى استفادة هيئة الصحة بدبي وتمكنها من تطويع تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد لخدمة ووقاية خط دفاعنا الأول خلال ذروة مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19. ويسعدنا مستمعينا الأعزاء ويشرفنا اليوم أن تكون معنا الأستاذة مي الدوسري، مدير مركز الابتكار في هيئة الصحة بدبي. أستاذة مي صباح الخير. صباح النور أخي عبد الله، شو الأخبار؟ الله يحييك أستاذة مي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. الله يسلمك. نحن طبعا سعيدين جدا ونفتخر الحقيقة يعني بوجود مركز يعني المركز المبدع بهيئة الصحة بدبي، مركز الابتكار، وأيضا هناك دائما خدمات مميزة وإطلاقات وبوادر جميلة من مركز الابتكار بهيئة الصحة بدبي. تسلم، هذا واجبنا أستاذ عبد الله. الله يحييك. أستاذ مي، في البداية نحب يعني تعرفين على هذا المركز، مركز الابتكار بهيئة الصحة بدبي، ونحب أن نعرف يعني نبذة عن هذا المركز الذي يعني استحدثته هيئة الصحة بدبي قبل عامين، ونبذة أيضا عن أهم أهدافه. طبعا مركز الابتكار استحدث، ومن أهم مهامه وأهدافه هي أن تعزيز ثقافة الابتكار على مستوى الهيئة، وتبني الأفكار الابتكارية، وأن نحن نوصل لمستوى ريادي في مجال الابتكار في المجال الصحي. فهذه يعني من أهم الأهداف اللي نحن حالياً ياسين نستغل فيها، ونسخر التقنيات الحديثة في خدمة القطاع الصحي. صحيح. طبعا أستاذة مي، مثل ما تعرفين بأن يعني هيئة الصحة بدبي هناك دائما مبادرات مبتكرة وأيضا مبادرات ذكية، ورغم يعني الوضع الصحي الفترة الأخيرة وصعوبة الإجراءات، تم يعني أيضا إطلاق كثير من المبادرات الذكية والتطبيقات الذكية، واللي كانت أصلا يعني هدفها إسعاد متعاملين هيئة الصحة بدبي. الأستاذ مي، لو تحدثينا أكثر عن وحدة الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأبعاد التابعة للمركز، وبعض من إسهاماتها أيضا وإنتاجها بشكل عام، وكيف يعني ساهم في تطوير الخدمات في هيئة الصحة بدبي. طبعا أخوي عبد الله، إحنا في أول ما بدت الجائحة وصارت يعني التغييرات اللي في من 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 جميع النواحي، يعني في سواء من القطاعات الصحية اللي عندنا في الهيئة أو حتى في الإمارة، فإحنا على طول مع شركائنا توجهنا أن نسخر كفاءاتنا وقدراتنا لخدمة والمساهمة في دعم الكوادر الطبية في سواء في المستشفيات أو في مناطق العزل اللي موجودة في الإمارة.
فبديناها طبعا مع شريكنا المتواجد حاليا في مركز الابتكار اللي يعمل معانا صار لأكثر من سنة في مختبر طباعة ثلاثية الأبعاد. بدأ شريكنا يناقشنا في كيف الـ 3D printing ممكن يخدم الكوادر الطبية من أكثر من جانب. على سبيل المثال كان بدايتها اللي هو القناع الوجه للأطباء اللي يستخدمونه، بما أن كانت في هذه الفترة كان فيها في نقص حاد في هذا القناع، فبدينا أول شيء بتجربة مع مستشفى راشد. وعلى طول يعني لما شفنا نجاح المنتج هذا شريكنا عمل وجهد بذل جهد في أنه يقدم أكثر من 1000 قطعة توزعت على مستوى مستشفيات الهيئة ومناطق العزل. وحتى في عنا شركات ثانية جتنا وعطتنا نفس الأفكار، ويعني غير عن المختبر وسخرت قدراتها أنها تدعم الهيئة. فوصلنا إلى أن نحن تم إنتاج أكثر من 2000 قناع وجه وتوزيعه على مستوى الهيئة. في نفس الوقت ونحن نشتغل مع شركائنا طلعنا بمنتجات أخرى مطبوعة عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد، ولا زالت الدراسات مستمرة فيها مثل السواب اللي هو القطعة هذه اللي يأخذون منها المسحة. كان في أجهزة ثانية مثل اللي هو الفنتليتر. صحيح. كان في عنا الكوبر كفر اللي ينحط على الأسطح على أساس إنه تقلل من بقاء مدة الفيروس على الأسطح من 24 ساعة إلى 72 ساعة إلى 4 ساعات. وحاليا احنا قاعدين نسوي عليها الدراسه التجريبيه وحاطين منها القطع في المركز عندنا في مركز الابتكار، ونسوي عليها دراسه يعني هل هو فعلا فعال، ويعني هذه القطع هل فيها لها فعاليه وكفاءه، على اساس ان عقب نفتح نقاشات ثانيه مع الشركات ان احنا ممكن نستخدم هذه النطاقات في دعم الهيئه. صحيح. أيضا أستاذ مي، أكيد يعني خلال ذروة مكافحة هيئة الصحة بدبي لفيروس كورونا أكيد كان لوحدة الطباعة ثلاثية الأبعاد يعني دور مهم، لو تحدثينا أو تعرفينا على هذا الدور وما تم إنتاجه خلال هاي الفترة بالتحديد. هو مثل ما قلت لك تم طباعة اللي هي الأقنعة الأقنعة الفيس شيلد، وتم طباعة السوابس لغرض أن يتم مناقشتها مع الجهات المعنية داخل الهيئة مع الإدارات المعنية، وتم طباعة الكوبر كفر هذه اللي خاصة بالأسطح. وبما في ذلك حتى المركز بكبره تحول إلى مصنع لصناعة الأقنعة، يعني أكثر من قلت لك أكثر من 2000 قناع طلع من هذا من مركز الابتكار. جميل. وتوزع في جميع المناطق والمستشفيات مناطق العزل. صحيح. الأستاذ مي، طبعا مؤسسة مثل مؤسسة هيئة الصحة بدبي التي تعني يعني بصحة وسعادة أفراد المجتمع، هناك دائما برامج تطويرية وخدمات ذكية وأيضا تطبيقات تهدف إلى سعادة متعامليها، لو تعطينا وتعرفينا أيضا أستاذ مي إلى ما تخطط يعني إدارتكم بخصوص موضوع وحدة الطباعة ثلاثية الأبعاد في موضوع التقنية والتوسع أيضا في خدماتها. هو الأكيد أخي عبد الله أن هالجائحة علمتنا دروس كثيرة وفتحت فتحت لنا آفاق والنظر لفرص تماما مختلفة عن الأشياء اللي نحن كنا محددينها كنطاق عمل في وحدة طباعة ثلاثية الأبعاد. فحاليا نحن نشتغل مع شركائنا في ان نحن نوسع نطاق العمل من بيننا وبينهم، يعني قبل كانت عندنا بس نطاق اللي هو طباعة الأعضاء الحيوية للعمليات الجراحية،
فحاليا في نقاشات مع شركائنا ان نحن نوسع نطاق العمل بيننا وبينهم، ندخل امور التعليم والتدريب في المجال الصحي باستخدام الطباعه ثلاثيه الابعاد. فهذه اللي حاليا نحن نشتغل عليها ونخطط له، ان نوسع نطاقنا وندعم الهيئه بجميع الامور اللي ممكن تستفيد منها من ناحيه من في مجال ال 3D printing. نعم اكيد استاذه مي الدوسري، يعني هاي التقنيات الحديثه دائما تساهم وايضا تزيد سعاده نسبه يعني سعاده المتعاملين بهيئه الصحه بدبي. كل الشكر والتقدير الاستاذه مي الدوسري مدير مركز الابتكار في هيئه الصحه بدبي. شكرا لك اخوي عبد الله. كل الشكر والتقدير. مستمعينا الاعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل حديثنا عن منصه التطوع وعلامه بارزه في مكافحه كورونا. بيكون معنا الضيف الدكتور خالد لوتار رئيس مجلس شباب هيئه الصحه بدبي. خلكم معنا مستمعينا الاعزاء، فاصل. صحه وسعاده. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج نستقبل اتصالاتكم وأراءكم وملاحظاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعين الأعزاء، منصة التطوع علامة بارزة في مكافحة كورونا. تظل قيمة التطوع راسخة ومتجذرة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تعكس روح الإيثار والتعاون والعمل من أجل الجميع وتحمل المسؤولية والمبادرة بتقديم كل ما نملك من أجل دولتنا ومجتمعنا وكل من يعيش على أرضنا أيضا. هذا بالتحديد ما عكسته منصة التطوع التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي منذ الأيام الأولى لمواجهة تحدي أزمة فيروس كورونا العالمية. ومنذ بدء مواجهة كوفيد 19 وقد جاءت المنصة بعد أن انهالت طلبات التطوع من مختلف شرائح وفئات وأعمار المجتمع للوقوف بجانب الهيئة وبجانب كوادرها الطبية وخط دفاعنا الأول. كانت استجابة المجتمع سريعة، كما كانت الهيئة سريعة في ضم المئات بل الآلاف من المتطوعين من مختلف المهن، حيث لم يتوقف الأمر عند حدود التخصصات الطبية. جاءت منصة التطوع شاهدة على الحراك الإنساني المسؤول من جانب أفراد المجتمع، فكان هذا المشهد الذي نتعرف إلى تفاصيله اليوم في هذه الفترة الفقرة من أحد الأطباء المواطنين، أحد الشباب أيضا الواعدين، وهو الدكتور خالد لوتا رئيس مجلس شباب هيئة الصحة بدبي. دكتور خالد صباح الخير. صباح النور، مرحبا أخوي عبد الله، كيف الحال؟ الله يحييك دكتور خالد. نحن الحقيقة يعني نشكركم على المبادرات الدائمة الحقيقة، ونشكرك دكتور بالأخص على المسؤولية الكبيرة في موضوع التطوع. ومثل ما ذكرنا بأن موضوع التطوع يعني من المواضيع الإنسانية والمجتمعية، ولكن اللي يعني يميز هذا الشيء بأن هيئة الصحة بدبي يعني مشاركة المتطوعين في تخصصات مختلفة أيضا هذا شيء رائع وأيضا شيء جميل. دكتور خالد، يعني نبدأ معك وتعطينا فكرة عن برنامج منصة التطوع في هيئة الصحة بدبي، وكيف كان قبول أفراد المجتمع مثل ما ذكرنا في البداية، يعني تخصصات متفرعة وأيضا يعني أعمار مختلفة. صحيح، نحن المنصة أطلقناها تقريبا في شهر 3 من هذه السنة. كانت الحقيقة بداية هي بادرة استباقية، فكنا نبغي على حسب التوجيهات أن نجمع عدد متطوعين من تخصصات مختلفة، وبعدين ممكن نوزعهم على حسب الاحتياجات اللي تطلع في الهيئة سواء في المنشآت أو في المستشفيات.
والحمد لله يعني صراحة يعني كان في أعداد كبيرة وكان في أقبال كبير على المحتوى في الفترة الأولى، وإلى اليوم بعدنا نشهد هذا الأقبال، وفي شرائح مختلفة حقيقة تجد في المنصة من كافة الأعمار من كافة التخصصات الطبية والتمريضية والطب المساند وحتى التخصصات الإدارية والمتطوعين العموم اللي يساعدونا في الأمور العامة. فكان في إقبال كبير صراحة ما كنا متوقعين، احنا كنا حاطين هدف معين نوصله خلال أول أسبوع وتعديناه خلال أيام يعني ما شاء الله. فهذا كان يعني مؤشر جدا إيجابي وجدا جميل، والحمد لله استفدنا من كل هذه الأعداد في الأزمة اللي صارت هذه. صحيح، شيء جميل دكتور ورائع الحقيقة، يعني من تفاعل أفراد المجتمع في مثل هاي الأوقات وأيضا مثل هاي المبادرات. نحن تكلمنا دكتور في البداية أن أيضا من المتطوعين يعني مختلف الأعمار، وأيضا هناك طبعا عدد من الطلبة الصغار السن كانوا في مقدمة المتطوعين، لو تحدثنا في هذا الجانب دكتور خالد. صحيح، يعني كان في عندنا إقبال كبير من الطلبة، طلبة المدارس أو طلبة الجامعة، فنحن فكرنا في طريقة ممكن نستخدمهم، لأن صراحة في البداية من أولوياتنا أن نهتم بسلامة المتطوع، فنحرص كل الحرص أن ما نعرض أي متطوع لأي خطر هو في غنى عنه. فكنا ندور الفرص المناسبة لكل عمر يكون مناسب للفئة العمرية، فالطلاب المدارس كنا نستفيد منهم في الأمور اللي هي التنظيمية الإدارية اللي عندنا في إدارة المتطوعين، ممكن يردون على الإيميلات، يردون على المكالمات الهاتفية، يتواصلون مع المتطوعين، يأخذون شكاويهم، يأخذون اقتراحاتهم من الأمور هذه. طلبة الجامعة كان في فئتين عندنا، في عندنا طلبة جامعة الطب والتمريض، هذه استفدنا منهم بشكل كبير صراحة، وزعناهم على فئات مختلفة، كانوا يساعدون في أمور مثل تتبع المرضى الإيجابيين، تقصي الحالات، فاستفدنا منهم صراحة بشكل كبير. وتوجه الشكر بكل طالب وكل متطوع سجل معانا، ونعتذر لكل طالب بعد ما قدر يتطوع معانا، لأن مثل ما ذكرت نحن نحرص كل الحرص على سلامة المتطوع، من يكون في احتياج فعلي وحقيقي في هذه اللحظة بس نطلع ونوصل للمتطوع، بس إذا يكون في عندنا اكتفاء بس نكتفي بالأعداد اللي موجودة. نعم، أيضا دكتور خالد يعني موضوع التطوع يعني موضوع مهم، واللي يميز الحقيقة يعني منصة التطوع بهيئة الصحة بدبي يعني التخصصات المختلفة، يعني هناك تخصصات طبية وإدارية، لو تحدثنا يعني دكتور في هذا الجانب، يعني كانت هناك طبعا وظائف وتخصصات غير طبية أيضا في أوساط المتطوعين، لو تعرفنا إلى هذا الجانب. صحيح، يعني المتطوعين الفعليين النشطين حاليا عندنا في هيئة الصحة في ذروة الأزمة كانت تقريبا 2100 متطوع في الميدان في نفس الوقت. لو تشوف تقسيمتها تقريبا كان عندنا 1300 متطوع، هذيل من غير التخصصات الطبية، هذيل كانوا متطوعين هم العموم اللي نسميهم في الأماكن الإدارية الإشرافية التنظيمية، وتقريبا عندنا 700 متطوع في التخصصات الطبية المختلفة. طبعا لما نقول طبية مو معناتهم هذا كلهم أطباء باطنيين أو أطباء عناية مركزة، فعندنا كان أطباء من كافة التخصصات صراحة، ونحن من البداية كنا متوقعين هذا الشيء، فحطينا برامج تدريبية لكافة الأطباء، مثل ما تقول ممكن يكون يعني تحول تخصصات، ففي تخصصات ممكن يعني الواحد يقول ممكن ما تشيدنا، بس نحن حرصنا أن نسوي برنامج تدريبي معين ودربناهم على أمور معينة، فاستفدنا مثل منهم مثل ما استفدنا من أي طبيب ثاني يكون باطني أو غيره، فهذا الشيء صراحة يعني ساعدنا بشكل كبير وساعد الهيئة والإمارة بشكل كبير صراحة، لأن كان في أن في نهاية الأزمة سوينا إحصائيات والأرقام صراحة كانت كبيرة من ناحية ساعات التطوع ومن ناحية الوفر المالي والأمور هذه، كان شيء مشرف ما كنا متوقعين صراحة هذه الأعداد وهذه الساعات تنحط أن المتطوع يحطها من وقته. صحيح. ومن خبرته
بشكل يعني ما يدور عليه اي مقابل. يعني ان المتطوعين هم اللي يتمون ورانا، حطوني في مكان، ودوني مكان، لا يدورون مقابل ولا شيء غير ان يخدمون هذه الاماره، يخدمون هذه الدوله، يشوفونك رد جميل ابسط ما يقدمونه حق الدوله هذه. شيء جميل الحقيقة، شيء جميل. دكتور أنت ذكرت بأن يعني بعد أسبوع واحد من إطلاق المنصة كان هناك طبعا يعني عدد قياسي للمتطوعين، فلو تبلغنا وتخبرنا دكتور خالد كم كان العدد بالتحديد وإلى أي مدى وصل العدد الآن؟ نحن صراحة كنا حاطين هدف في البداية أن خلال أول أسبوع نكون نوصل لألف متطوع، لأن كان تو بداية الإطلاق بالحلة الجديدة وكذا، فكنا حاطين هدف واقعي 1000 متطوع. بس ما شاء الله يعني خلال 3 أيام فقط وصلنا إلى قريب 3000 متطوع، هذا خلال أول أسبوع بس. الحين عندنا في نهاية الأزمة كما ما تقول يعني بعض الحمد لله تقبل الحظر الأمور هذه، فجمعنا الأرقام مرة ثانية في المنصة المسجلين عندنا حاليا قرابة 5000 متطوع من كافة التخصصات ومن كافة الفئات. نعم دكتور، طبعا يعني وجود هاي الداتا أو المعلومات أو العدد من المتطوعين حاليا معكم بهيئة الصحة بدبي، لو تحدثنا عن يعني خططكم المستقبلية وكيف ممكن يعني يتم الحقيقة الاستفادة من المتطوعين في مجالات وبرامج أخرى يعني مستقبلية في هيئة الصحة بدبي. أكيد هذا الشيء، أنا الحين مثلا ما تعرف يعني الحمد لله الأمور يعني هدت والأزمة في نهاياتها إن شاء الله. فنحن ما نبغي نخسر هذه الأعداد الموجودة عندنا، والتطوع يعني قيمة بتظل موجودة بأزمة أو من غير أزمة. هذا الشيء اللي مثلا إحنا قبل الأزمة بس ساعدت طلعت المعادن الحقيقية للناس اللي في المجتمع، فنحن نبغي يعني نستغل هذا الشيء ونكمل على الخطة هذه بعد الأزمة إن شاء الله. فالبيانات نحن كلها مجمعينها على حسب الفئات، على حسب التخصصات، على حسب الساعات اللي حطوها، على حسب الأبيليتي مالهم. فهالأمور كلها عندنا الإحصائيات موجودة أساس نستفيد منهم يعني بأقصى درجة بعد الأزمة هذه، نستمر على الخطة هذه سواء في خدمة العملاء، سواء في الإعلام، سواء في تجميع البيانات، سواء في الإحصائيات، سواء في الأمور التنظيمية والإشرافية. فممكن يساعدون في أمور كثيرة نحن ممكن يعني قبل الأزمة ما كنا منتبهين لها، بس الحين نشوف قيمتها الفعلية ونبغي نبني على هذا الشيء إن شاء الله وما نخسر هذا الشيء. نعم دكتور خالد، كلمة أخيرة تحب توجهها لأفراد المجتمع عن موضوع التطوع وقيمة التطوع؟ صراحة أنا أحب أول شيء في البداية أشكر كل فرد في المجتمع، من طبيب، من إداري، من طالب، من أي حد سجل عندنا في المنصة وطوع معنا الفترة هذه بدون ما يدور أي مقابل، والساعات الطويلة اللي كانوا يشتغلونها، في عندنا مطوعين كانوا يشتغلون 10 و11 ساعة من غير أي مقابل. في عندنا يعني يمكن قبل الأزمة تشوف موظفين يعني حتى ممكن يتعبون بعد 7-8 ساعات بس هذا يعني 11-12 ساعة بدون أي مقابل، ويك اليوم اللي بعده والأسبوع اللي بعده والشهر اللي بعده. فأتوجه بالشكر لكل شخص تطوع معانا، وبعد أتوجه بالاعتذار لكل شخص ما قدر يتطوع معانا. نحن الحمد لله وصلنا اليوم مرحلة إن ما نستقبل متطوعين جدد، وأنا أشوف هذا الشيء إيجابي، لأن الحمد لله الاحتياج انسد عنا والأمور قامت تهدى، فهذا الشيء أنا أشوفه مؤشر إيجابي. وإن شاء الله في الفترة الجاية بعد ما بيكون عندنا مبادرات مستمرة في هيئة الصحة، فأي حد حاب يطلع المبادرات هذه ممكن يشوف توجه إلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وبتكون دائما في فرص تطوعية موجودة هناك إن شاء الله. نعم دكتور خالد لوتا، رئيس مجلس شباب هيئة الصحة بدبي، موفقين وكل الشكر والتقدير. الله يسلمك، مشكور. شكرا شكرا دكتور. مستمعينا الأعزاء، في ختام حلقتنا نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن متابعتكم، ونود أيضا التنويه بأن برنامجكم برنامج صحة وسعادة سيتوقف عن البث ضمن العطلة الصيفية وفي إطار تقليده السنوي طبعا. آملين أن نعود إليكم بإذن الله تعالى في موسم البرنامج الجديد أواخر أغسطس القادم إن شاء الله، وسنعود بأفكار جديدة وتعزز تواصلنا معكم دائما، وتحقق أيضا ما نصب إليه وما نعمل عليه
عليه في هيئة الصحة بدبي من أجلكم ومن أجل الناس وخدمتهم وخدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. واسمحوا لي في ختام هذا الموسم لبرنامجكم برنامج صحة وسعادة أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أطباء ومسؤولي هيئة الصحة بدبي الذين حلوا ضيوفا على برنامجنا ليقدموا الخدمة والمعلومة والإرشادات الطبية السليمة والموثوقة ويناقشوا معنا مختلف القضايا الصحية التي تشغل بال الجميع. كما أتوجه بجزيل الشكر إلى زملائي طاقم الإعداد في هيئة الصحة بدبي الأستاذ حسني البلاونة والأستاذ نور نزال وأيضا الأستاذ كماكشي غوبتا والأستاذ يوسف سعد وأيضا فريق الإعداد الدكتورة عائشة البسطي والدكتورة ندى الملا وأيضا إلى طاقم التنسيق والإخراج في إذاعتنا المتميزة والمتألقة إذاعة نور دبي في التنسيق في الإعداد والتنسيق الأستاذة ميرة الغفلي والأستاذة نجاة السويدي وأيضا الأستاذة إيمان الجلاف والأستاذ أحمد سلامة وأيضا الأستاذة ميرة المري وأيضا مخرجين المتألقين الأستاذ نمر محمد والأستاذ أيمن سرحيل والأستاذ وائل قواسمة. قبل لا نختم مستمعينا الأعزاء عندنا رسالة شكر من مستمعنا الدائم الأخ عبد الله المنصوري من الرمس يشكرنا على البرنامج ويشكرنا أيضا على استفادته الكبيرة من برنامج الصحة وسعادة ويتمنى للجميع الصحة والسعادة. شكرا الأخ عبد الله المنصوري وشكرا على متابعتك أيضا المستمرة ودمتم بخير وصحة وسعادة وحفظ الله قيادتنا الرشيدة وأدام على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والأمان والخير. تقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.